اهلا بكم. ازاي نقشر جوز الهند؟ هنعمل منه كيك، وكمان هنعمل انواع تانية من الكيك. الدجاج ممكن يتعمل بيتزا، وممكن نفس الدجاج نعمله على اساس ناخده معانا سندوتشات. حاجه من الحاجات اللي اتطلبت الكيك الروسي اللي هو الرقات، 15 رق، ممكن يكونوا اكتر ممكن يكونوا اقل، دول هيكونوا في حلقتنا النهارده. تعالوا نبتديها مع بعض ان شاء الله. اهلا بكم. وعدناكم ان احنا نعمل مع بعض جوز الهند. وامبارح كانت اسمهان من الجزائر بتقول ان عيد ميلاد عايزه تحتفل بيه، وعايزه تعمل كيكه عيد ميلاد. في على الفي او دي، على فيديو اون ديماند، هتلاقي فيه وصفات، طريقه خطوه خطوه للجاتوهات وازاي نعمل كيك. اما سماح من دبي سالت على شوربه البحريات، لو رحت على chefosama.com في اللي هو البحث بتكتبي بحريات، او بتكتبي شوربه، او بتكتبي كريمه اللي هي بحريات بالكريمه، نزلناها على الويب سايت. وكمان نشوه من دبي سالت على الفراخ المقليه. يوم الخميس اللي فات عملنا اللبن اللي هو اللي عملناه من الحليب، وعملنا الدجاج اللي هي المقرمشه. فنفس الشيء هتلاقيها على الفي او دي، وموجوده تحت دجاج مقرمش على الويب سايت. هنا وانت ابتديت واحنا نبتدي مع بعض، حطيت هنا نوعين من الحليب، حليب اللي هو الحليب العادي، وحليب جوز الهند. الحليب جوز الهند اللي هستعمله هعمل منه كيكة او اعمل منه حلويات. فهبتدي اسخنهم الاثنين، واثناء ما هما بيسخنوا نتكلم على جوز الهند اللي احنا ممكن نستعمله ونستعمله ازاي. جوز الهند بيجي بكذا لون، يعني هو ديت اما جبنا جوز الهند ديت بيبقى فيها شعر كتير، وديت كان يعني هي بيبقى فيها شعر ولونها بني، وفي منها اللي هو بيبقى اخضر. يعني هي جوز الهند اساسا بتبقى خضراء، ليها قشره من بره قريبه من قشره الاناناس، بعد كده القشره بتتشال بيبقى فيها شعر كتير، بنشيل الشعر. وبعدين اهم حاجه في جوز الهند ان انا بلاقي جوز الهند ليها ناحيتين، اللي هي ناحيه اللي هي بتبقى بالاسفل، ويعني ديت عكس ديت. فكل جوز الهند ليهم ثلاث عيون، دول مهمين جدا ان انا اقدر اكسر منهم، والناحيه الثانيه ملهاش اي عيون. فاذا ما بين العيون هنا في الفصل دوت اللي هو بيقسم جوز الهند، يعني ديت متقسمه لثلاثه، وديت اللي هتخليني اعرف منين انا اخد الميه وازاي اكسر جوز الهند. هنكسرها باكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه هاخد نوت جوز الهند ونجيب وعاء على اساس ان انا اثبت فيه نوع، وهحط ديت بحيث ان انا عايز اخد العصير اللي فيها واخد السائل اللي فيها جوه. فبجيب زي مسمار وشاكوش وبحط ديت في النص هنا هو. ده مش عشان اكسرها، بس عشان احط اعمل فتحه هنا، بوسع الفتحه، نعملها واسع هنا، واعمل فتحه تانية على اساس ان الفتحه دي واحده يدخل منها الهواء والتانية ينزل منها العصير. يبقى دلوقتي ديت الفتحه اللي عملتها، وبعدين بجيب الكوبايه على اساس ننزل منها المايه اللي فيها الاول او العصير بتاع جوز الهند. فنحطها هنا ونسيبها تنزل المايه، بعد كده ممكن نصفيها. ده غير حليب جوز الهند اللي احنا بنشتريه من المحلات. لو عايز اعمل حليب جوز الهند بجيب الحليب، بجيب جوز الهند المبشوره بحطها على حليب، او ساعتها بنشتري حليب جوز الهند زي اللي احنا شايفينه هنا. عبال ما دي تتصفى هاجي هنا في الحليب دوت واعمل زي فكره العصيده. بجيب شويه من دي السميد اللي هو دي الفرخة، بيكون ناعم، بضيفه هنا وبطبخه على النار زي فكرة البولانتا الطلياني بالطريقة دي، وبطبخه بسيبه على النار لغاية لما طعم دي اللي موجود دوت يروح. ولو حسيت ان هو بقى سميك بضيف عليه حليب عادي، وقبل ما يتماسك كله عايز اديله طعم جوز الهند اكتر. ففي بودرة جوز الهند اللي هي بتيجي بودرة، فدوت بيديله طعم أقوى شوية غير جوز الهند المبشور. جوز الهند المبشور اللي بجيبه ده مهم جدا ان انا اتاكد ان مدة صلاحيته، لان ده بعتبر من الحاجات اللي هي ممكن تكون مضرة جدا لو مدة صلاحيته وصلت ان هو انتهى وكلته. فيفضل ان انا ما اخلوش عندي في مدة كتيرة، وما اجيبوش سايب واخليه عندي في البيت لمدة طويلة ما اقدرش اعرف انا جبته امتى. الحاجة التانية عايزين نحط عليه سكر، فاحط هنا شوية سكر. يبقى حطينا الدقيق وبعيد على النار شويه،
او هدي الحراره عليها شويه، على اساس ان انا زي ما احنا شايفين دلوقتي ابتدت تغلي او ابتدت تستوي. ممكن اضيف عليها حليب عادي لو عايز، مش عايز احط كميه كلها تبقى جوز هند، فممكن نضيف حليب ده لو مسكت او تماسكت معايا. وبتحكم في الكميه نفسها او سمكتها حسب انا عايز اعملها قد ايه، بس اهم حاجه اتاكد ان كل دوت استوى قبل ما استعمله. يبقى بعد ما يستوي بجيب القالب او الصينيه اللي هسوي فيها، واخد شويه من جوز الهند اللي هي العصيده ديت اللي هي اتطبخت وتاكدت ان طعمها خلاص. لو انا خدتها ادوقها دلوقتي مش هيبقى طعمها دقيق. حطها هنا اهو. وممكن نعملها على اساس تبقى عندي رقين، رق لو حبيتوا تضيفوا لها لون الموز، او لو حبيتوا تحطوها لون اصفر ممكن تحطوا لون اصفر، او تعملوا رق تاني من على الوش. بس نحرك دي شويه. ممكن الرق التاني نحط عليه لون بسيط جدا، ممكن لو عندي اللون الاحمر اللي هو خاص بالاكل يقلبه كويس ان هو بس يبقى لونه مايل للاحمرار شويه، وبعدين نحطه على الوش. يبقى ناخد ده هنا اهوت ونحط الجزء دوت على الوش. يبقى عندي النوعين او اللونين موجودين، وبنحط عليهم دول بخليها في التلاجة، ده مش محتاج ادخلها في الفرن زي ما قلنا. هي الفكرة ان انا بعملها على النار زي فكرة اللي هي العصيدة. نفردها هنا اهو، اتأكد كلها اتغطت هنا اهو، وبعد كده بنحط عليها نخلطها هنا اهو لغاية لما كلها تتغطى. وبعدين بحط عليها ريحة جوز الهند ابتدت تظهر عندي، نغطي كل قطعة فيها هنا اهوت بالسباتولا بس نفردها. وبعدين بنحط عليها شوية، لو انتوا عايزين تعملوها زي الرخام ممكن تبقى زي الرخام لو حبيتوا. وبحط عليها بعد ما تبرد او حتى قبل ما تبرد لو عايز، احط شوية صغيرين من جوز الهند اللي احنا قلنا عليه المبشور. ناخد شوية هنا من جوز الهند مبشور وادخلها التلاجة، واسيب ديت هنقطعها ونقدمها من كطبق من جوز الهند. نرجع لجوز الهند اللي احنا بنصفيها دلوقتي. جوز الهند اللي انا حطيتها هنا دي كل المايه اللي طلعت منها، لكن قبل البرنامج جبت واحده بنفس الحجم كان اللون بتاعها اللي هو لون ابيض وصفيتها، فنفس الكميه نفس الحجم هنا طلع منه ضعف الكميه. والسبب ايه؟ ان جوز الهند وهي خضراء عشان كده بيبيعوها خضراء، بتتباع وتتشرب وهي خضراء، لانها كل ما بتتساب كل ما تتبخر، زي ما اتكلمنا على القرع امبارح بتسيبوه المايه اللي فيه بتتبخر، فاذا كل ما هتبقى بني وكل ما تسيبوها المده كل ما مش هيبقى فيها عصير من جوه. دي ممكن نعمل منها اكتر من حاجه واكتر من نوع من عصير، لكن خلينا نفتحها ونشوف نكسرها ازاي. دي لو هنا هو مسكناها كده ممكن بكسرها، في عندي اختيارين، طالما ما فيهاش ميه ممكن استعمل فوطه هنا او فطين مع بعض، وبحط جوز الهند نفسها وهي نفسها بكسرها، مش محتاج ان انا اخليها ليها شكل معين، فبالتالي مش هيجرى حاجه لان كلها خلاص اللي فيها نزل وما فيهاش اي سائل. فده الطريقه. الطريقه الثانيه لو انا عايز اكسرها، يعني ديت هتبقى اجيب بقى المقشره او اجيب ان هو عندي مقشره، او ممكن لو عايز هي نفسها اخد منها زي ابشرها زي البشر، يعني بعملها كده اهوت وبعمل منها زي المبشره، بعملها بالطريقه دي. او لو عايز اجيب المقشره وبعدين اقشرها، يعني باخد الحته دي على الحرف نفسه وتتقشر، ممكن دي هتكون اسهل زي فكره اكني بقشر الشوكولاته، تبقى دي الفكره نفسها. لو عايز انزل الميه، في ناس بتبقى عايزه تكسرها وهي من غير ما تعمل المسمار، في الحاله ديت ان انا بعمله ايه؟ بجيب زي سكينه، بس انا مش محتاج افضل اخبط فيها ومش محتاج استعمل من الناحيه الحاميه، انا عايز اشوف ما بين العين زي ما قلنا هنا في ثلاث عيون وفي ثلاث اللي هما بيبقوا الخطوط ديت، عند الخط نفسه هو ده اللي انا بكسره. وبعدين بيبقى عندي طبق او حاجه عشان لما افتحها تنزل فيها الميه، وبعد ما بتنزل الميه بنزلها كده بقى افتحها بايدي، وبعدين
نعمل نفس الشيء، بس بتاكد ان انا برضو بتخلص من الميه في نفسي. فانتوا عندكم الطريقتين اللي تقدروا تستعملوهم لفتح جوز الهند. ناخد اتصال ونشوف ممكن نعمل ايه بعصير جوز الهند. الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. لو سمحت استاذ اسامه. اهلا اختي ام اماني، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك، انا عملت الكبسه بالطريقه بتاع حضرتك اللي هي على اسامه شيف اللي هي على الفيسبوك. اللي هي الكبسه ولا الكرشه؟ سمعت. لا الكبسه السعودي. الكبسه السعودي اوكي. اه بس حضرتك انا الوقت الميه اللي هي من 4 لـ5 كوبايات بتتحط كلها مره واحده ولا على درجات ولا ايه؟ حضرتك هتستعملي كميه رز قد ايه؟ انا عملت نفس الكميه، يعني هي كانت الرز بتالي كوبايتين انا او 4 كوبايات، ثلاث كوبايات انا عملت يعني تلتين كل كميه، عملت كوبايتين يعني. بس المقادير نفسها يعني مقسمها نفسها زيها بالظبط. طب لو حضرتك هتستعملي كوبايتين رز بتستعملي كوبايتين مرقه معاها، يعني هو ده نفس الكميه بتستعمل. طب بحطها كلها على اللحمه في الاول ولا ايه؟ اللحمه اوكي. لو عشان تطلع الكبسه تطلع طعمها مظبوط بالظبط، حضرتك هتعملي ايه؟ هتجيبي اللحمه نفسها وتحمريها في شويه من البصل، وبتحط عليها سلطه طماطم، وبتحط عليها اللي هو الحبوب التوابل الصحيحه، وبتسيب التوابل الصحيحه دي تتطبخ مع اللحمه. بعد ما بتحمري اللحمه مع البصل تحطي الميه وتغطيها. فانت هتعملي 4 كوبايات ميه، حطيهم 4.5 أو 5، سيبي كل دول يغلوا. بعد كده بتروحي اللحمه استوت، تطلعي اللحمه بره، وتروحي بعد كده عايزه تسلقي الرز مع اللحمه، فتروحي حاطه الرز وبعدين بترجعي اللحمه معاها وتكمل سواها. فاذا اللي انت بتعيريه معاها هو دوت نفس الفكره بتعيريه مع بعض. اتفضلي. طب حضرتك اللحم الرز بحطه بعد اللحمه ما بتستوي، يعني تقريبا بتبقى 3/4 سوا الرز ببقى نقعاه بنص ساعه. اللحمه مش 3/4 سوا، انت عندك اللحمه اللي انت مسوياها هتكمل سواها في قلب الفرن، في قلب يعني انت بتجيبي اللحمه وتحطيها على النار تستوي. اللحمة استوت والرز مش هياخد اكتر من 5 دقايق، فانت قبل 5 دقايق ما اللحمة تستوي بتروح حاطة الرز. اه طيب حضرتك كنت عايزة اسأل حضرتك برضو على الطواجن اللي بتستخدم في الفرن، لها مواصفات معينة ولا ايه؟ اكيد ليها، وهتكلم عنها بعد ما نرجع من الفاصل دوت على طول، وكمان نعمل عصير مع جوز الهند ونشوفكم على خير ان شاء الله. اهلا بك. كانت الاخت ام اماني بتسال على الطواجن، بتقول هل الطواجن ليها مواصفات؟ اكيد ليها مواصفات، واحنا عندنا هنا بعض الطواجن. الفكره في الطاجن اما بنجيبه بيبقى فيه الطواجن اللي بتبقى جليزد من جوه، او بيبقى فيها طبقه عازله زي السيراميك تقريبا. فاذا هو طاجن ومش طاجن، يعني بمعنى ايه؟ يعني ممكن استعمل الازاز بنفس الفكره، لان اللي هيحصل هنا ان هو مش هيبقى فيه حاجه تمتص، يعني كل الطواجن اللي هي بتبقى معموله من فخار محطوط عليها طبقه بتلمع. الحرارة بس هي اللي بتتوزع، لما بحط دوت على النار بيمتص الحرارة، ما بيوزعهاش زي ما بنحط المعدن إذا كان ألمونيا أو أي معدن تاني. فبالتالي بيتحط على النار أو بيتحط في الفرن بنوع، بصرف النظر عن نوعه، في منه معمول حديد أو في منه معمول من السيراميك أو في منه معمول من الطمي، كله بيبقى ملون من جوه. يعني عندنا هنا كذا لون، السماكة نفسها بتفرق وطريقة الغطاء نفسها بتفرق، وممكن يكون من غير غطاء وادخله الفرن. لكن في طواجن تانية اللي هي الطمي مش موجودة عندنا هنا، اللي هي ما بيبقاش فيها الجليز دوت، دي في الحالة ديت فيها المسام بتبقى مفتوحة، لو دخلتها انا لو جبتها ممكن لو سبت الحاجة فيها قبلها بيوم بتطلع منها السوائل. لو انا حابب استعملها بجيبها واحطها في فرن حرارته عالية وادهنها بشوية زيت صغيرين على اساس تبقى بعد كده صالحة لاستعمالي اللي انا ممكن استعمله. اما بالنسبة لجوز الهند اللي احنا ابتدينا نستعمله، بقول ان انا بجيب جوز الهند باخد العصير اللي جوه، في العصير اللي جوه بيبقى نازل معاه شويه من السائل، بحطهم هنا، فبجيب ده عصير جوز الهند. او لو حابب استعمل حليب جوز الهند ممكن دوت قطع جوز الهند مع شويه حليب مع الاناناس. يعني احنا بنفتح الاناناس على اساس نستعملها، الاناناس نفسها بستعملها واخدها على اساس استعمل ديت كقطع، ممكن نحطها جوه، نحطها هنا وهي تتضرب وتبقى بعد كده عصير. يعني ممكن الاناناس مش هيبقى فيه عصير، لكن اللي نازل منه قطع الاناناس ديت هي اللي بنعمل منها العصير، وممكن نضيف عليه شويه صغيرين هنا من التلج. لو حابين ممكن نحط سكر او كده، بنكتفي بكميه السكر الموجوده فيه. يبقى دوت فكره السائل اللي هو المشروب اللي بنعمله
من جوز الهند، وريناكم ازاي لو جبتوا جوز الهند طازه تفتحوها. وعملنا منها كيكه اللي هي ممكن نفس الشيء، بكسبها زي فكره العصيده، بحطها في قلب التلاجه لغايه لما تتماسك، نقطعها هنا مربعات، وبعدين ممكن نقطع الحتت الصغيره دي وناخد اتصال اثناء ما احنا بنعمل الكيكه اللي هي كيكه جوز الهند. الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا اخت ام خالد، ازيك يا شيف؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، كل سنه حضرتك طيب وانت بصحه والسلامه. بمناسبه جوز الهند، انا سمعت حضرتك بتعمل اكلات بيها، فانا كان سؤالي عنها. انا عندي كميه كبيره من الجوز الهند مبشوره اللي هو لا هي لسه فريش، يعني مش مبشوره. ايوه، زي اللي زي اللي احنا عم جبناها كده طازه، يعني زي الجوز الهندي حقيقي. انا كدا؟ مش شايفه حضرتك دلوقتي، بس اللي هي تبقى لسه الثمره كامله بالغلاف بتاعها اللي اتكسر دوت. نعم اوكي. فانا عايزه اسال، هل ديت انا لو خدتها وبشرتها ينفع اعمل بيها شكلمه، ولا هي عشان فيها سوائل مش هتبقى هتنفع؟ طريه شويه، هتبقى طريه عشان تعملي بيها شكلمه. يعني مش هتنفع بيها شكلمه؟ لا، انت محتاجه تسويها، يعني محتاجه تستعمليها طازه، تعمليها عصير، تزيني بيها حاجه. لو دخلتيها في الفرن مع كيكه زي اللي احنا عملناها دلوقتي، الصميد دي صميد كميه كبيره، لان لو الشكلمه انت محتاجه الشكلمه بيبقى بياض بيض، ويا دوبك عايز حاجه خفيفه، بتحطي شويه دقيق بسيط فيه، وساعات ما تحطيش دقيق، فبيبقى عايز حاجه خفيفه عشان بس يمسكها. لو انت حطيتيها بميه هتلاقي فصل عن بعضه، مش هتنفع. طيب معلش، سؤال تاني يا تحت سيدي. امرك، تحت امرك. لو حبيت اعمل اللي هي الكريمه اللباني، نعم. انا عارفه ان لازم يبقى اللبن كامل الدسم، نعم. فهنا ما فيش غير اللبن اللي هو في المبستر اللي في العلب ده، فانا لو حبيت اعملها دي تنفع؟ انت حضرتك بتجيبي الكريمه اللباني، هي موجوده، الموجوده الكريمه اللباني هنا، بتشتريها كريمه لباني، نسبه الدسم فيها. نعم. بس انا بحب اعمل كل حاجه في البيت يا سيدي، يعني بحب اشوف الحاجات اللي حضرتك بتعملها واطبقها. لا، في الحاله دي تجيبي بقره، لان في يعني هو الكريمه اللباني، فكره الكريمه اللباني مش لبن او حليب كامل الدسم، لا، هي الكريمه اللباني نسبه الدسم فيها، زي انتوا شفتوا حلقه الخميس الاسبوع اللي فات، جبنا الكريمه اللباني نسبه الدسم فيها اكتر من 38% او حتى 40%، لما ضربناها وخفقناها الدسم جه على جنب اللي هو الزبده، وفضل السائل اللي هو اللبن الرايب، فدوت الكريمه اللباني. لكن مش الفكره انك انت تقدري تعمليها زي ما بنعمل اللبن او نعمل اللبنه او نعمل الزبادي، فدوت اللي في الفرق. تحت. وانا مشكور وانا مبسوط جدا ان انا سامع ان حضرتك عايزه تعملي كل حاجه في البيت، ودوت حاجه بتشرف وتخلينا فعلا نحاول نحط الحاجات اللي انتوا بتطلبوها. وفي نفس الوقت امبارح وعدناكم على في وصفات اتطلبت مننا، قلنا ان احنا ان شاء الله هنقولها لكم النهاردة، وهتشوفوها خلال الحلقة، طول الحلقة بإذن الله. هنا بالنسبة للحاجة التانية اللي احنا نعملها دلوقتي مع بعض، هنعمل مع بعض الفكرة اللي هي بتبقى كيكة أو بيتزا من الدجاج. بيتزا الدجاج هتبقى عبارة عن شوية هنا هوت من البيض، نحط البيض، نحط معاه شوية صغيرين من الملح، مع شوية من الحليب، على اساس دول الاساس، ومعاهم بحط دي، يعني بعمل عجينه الاول، لكن نعمل عجينه ممكن تكون فطيره، بس احنا بنقول عليها بيتزا. وبعد كده بنشوف ايه المنكهات اللي هضيفها عليها. بحط هنا شويه من الدجاج، عجينها دي بايدي. الدجاج بجيب الدجاج اللي هو بيبقى مفروم جلد مع الصدور، بيبقى دجاج مفروم، حطه هنا، فبيبقى فيه شويه سائل، ممكن احط معاهم شويه سبانخ، نحط شوية سبانخ هنا، ونخلط كل دول مع بعض. عايز بعملها عجينة، يبقى ديت عجينة البيتزا اللي أنا هطبخها، بس بمجرد ما بعملها بدخلها الفرن على طول، يعني بعد ما أعجن كل حاجة هنا، الدقيق مع شوية الحليب مع الملح والفلفل والسبانخ، ممكن تحطوا أعشاب أو أي حاجة أنتوا تفضلوا استعمالها. بجيب هنا أهو أعجنها، وبعدين بجيب القالب اللي هو قالب اللي عندي اللي هعمله، بعد ما بتاكد ان كل ده معجون، حط شويه صغيرين هنا اهوت في قلب القالب من الزبده، وشويه جوه الخليط نفسه، يبقى بنعجنها بالطريقه دي، وبعدين ناخدها نفردها. دي هتبقى البيتزا
ناخدها ما فيهاش طبعا خميره، احنا بنسميها بيتزا على اساس انها تبقى حاجه بنحبب فيها الاطفال، يبقى فيها سبانخ، لو ما بياكلوش سبانخ بيحبوا الفراخ بيحبوا البيتزا، وهنخبيها يعني مش هتبقى فكره انها بنعمل واحده همبرجر كبيره او كفته كبيره، لا بنعمل حاجه تبقى شكلها مناسب للذوق بتاعهم وهم بيحبوا ايه. فهجيب شويه من الجبنه طالما هنسميها بيتزا، نعمل هنا مثلث من الجبنه، ناخد شويه هنا من الجبنه ديت، وممكن اجيب زيتون نحط شويه هنا من الزيتون، نعمل مثلث تاني من الزيتون، عندي فلفل ملون ممكن نحط هنا شويه من الفلفل الملون، اي حاجه موجوده عندي او اي حاجه هم بيحبوها وممكن احببهم في الاكل اللي بعمله، ممكن نحط هنا شويه من عيش الغراب اللي هو المشروم، يبقى ديت فكره تانيه، ممكن نسيب واحده ساده، ممكن نحط على واحده كاتشب، ناخد شويه من هنا نعمل مثلث بالكاتشب، يبقى دوت فكره تانيه، ويبقى عندي الافكار كلها اللي انا عاملها، لو عندي نوع جبنه تاني وهما بيحبوا الجبنه يبقى عندي واحده جبنه شيدر جبنه موتزاريلا، في كل مثلث حاجه مختلفه، يبقى دول هنا هوت بنعملهم. وبعدين بنجيب بدخلها الفرن بكمل سواها، يعني باخدها اسويها كلها في الفرن، فده بيكون شكل البيتزا اللي هي بيتزا الدجاج، بتكون استوت من فوق ومن تحت، ممكن اقطعها مثلثات، ولو ما بياكلوش عجين ممكن ساعتها الدقيق اللي انا حطيته كميه صغيره حطها هنا، وممكن من العجينه ديت او عجينه مشابهه نعمل حاجه تانية من الدجاج، يعني هاجي نوت بس نولع الشوايه على اساس نشويها ونعمل لها خلطه مختلفه، بستعمل نفس فكره الدجاج هنا بس اعمله بطريقه مختلفه شويه، ممكن نعمله زي فكره الهامبرجر او يبقى زي فكره الراس، نعمل عجينه برضو من دجاج، هستعمل هنا شويه من فول السوداني، ممكن يكون فستق ممكن يكون بندق ممكن ما يكونش اي مكسرات، ولو هعملها وديها للاولاد اعرفهم ان فيها مكسرات، وخصوصا ان زمايلهم ممكن في مدرسه يكونوا عندهم حساسيه، فده مهم جدا ان انا اراعيه وانا بعمل حاجات للاطفال. هحط هنا الدجاج، ده دجاج مفروم، لحمه الدجاج مفرومه هنا، احطها هنا وهحط عليها بقيه المكونات من طماطم جافه، شويه من دي البقسماط، شويه من الاعشاب، ثوم وملح وفلفل، وناخد اتصال اثناء ما انا بعمل الخلطه اللي انا هسويها على النار. الو، صباح الورد. صباح الخير، كل عام وانت بفريق العمل كلكم بخير، وانت بحضرتك بصحه وسلامه. انت عارف انا مين؟ صاحبك بوكيه الورد، يا مش عايزين الا يسموني ام الورد، خلاص ام الورد. يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عندي حضرتك ورد كتير عايزه ابعتهولك. يا اهلا وسهلا، نبعت العنوان كمال، ممكن العنوان بعد اذنك. كل عام وانت بخير وفريق العمل كله ان شاء الله، وحضرتك بصحه وسعاده، وتعالى عليكم بالخير. امين 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 امين. في عندي من الناس اللي بيسالوا اسئله كتيره. لا طبعا اكيد، ده والا ما كناش نطلع كل يوم على الهواء. اتفضلي. اوكي، عندي سؤالين واثنين برايفت ادفايسز. نعم، تحت امرك، اتفضلي. السؤال اللي كان امبارح، نعم، عملته حضرتك محشي بس قلت رز بس ما قلتش اي حاجه ثانيه مع الرز، هو في لحمه ولا في خضره او طماطم؟ لا، حطينا مع الرز، في واحد عملنا مع الرز، ومع الرز حطينا شويه من الاعشاب، بقدونس وكزبره وشبت وملح وفلفل، و يعني زي ممكن حشيته يكون بس شبت وبقدونس وقوطه من غير رز ولا حاجه؟ لا لا، كان في الرز ومحطوط معاه طماطم وشبت وبقدونس وكزبره وملح وفلفل، والتاني والتاني محطوط عليه لسان العصفور متسوي، وبعدين حشيناه لوحده واتحط معاه من جوه زيت وليمون محطوط معاهم في المرقه نفسها اللي استوى فيها. اوكي. طب بدي اسالك. نعم، اتفضل. في ناس بيهدوا لك كلام لحضرتك والفريق العمل بتاعك. وكل فريق العمل بيشكر حضرتك وبيسلموا على حضرتك، بيقول لك وانا بقول لهم نسيمه بصعب عبير وفريقك افضل، اكلاتك احلى، وحياتك اجمل واشهى واطيب، بس الرقابه الاداريه للمصنفات الشعريه هتذبحنا لو قلنا اكثر.
نشكر حضرتك، وعلشان المصنفات الاداريه المصنفات اللي حضرتك بتقول عليها الفنيه سامحنا بوقت محدد. دلوقتي انا هحط اللي هي الفراخ اللي عملتها هنا في قلب مرقه، هسيبها تستوي، ومحتاج اخد فاصل. بعد الفاصل هنواصل، اتمنى تكوني معانا، وان شاء الله هنعمل من الدجاج دوت انواع تانية نقدمها. نشوفكم على خير بعد الفاصل، والف شكر على بقية الوقت. اهلا بكم، هنعمل مع بعض حلقه مميزه بكره هتكون من الذره، واحنا قلنا ان الذره بيبقى موسم الحصاد بتاعه في اكتوبر، واحنا في اكتوبر انواع الذره اللي هنعملها، هنعمل بولنتا زي اللي اتعملت عصيده النهارده بس هتكون بطريقه مختلفه، هنعمل يخني معاه بقول للفيجيتيريان لو ما بيحبوش ياكلوه، هنقلي الهوت دوج الصغير اللي هو السجق في قلب عجين الذره، وهنعمل كمان اكتر من حاجه كلها من دي الذره ومن عجينه الذره، ونتكلم عنه وعن فرق بينه وبين النشا في حلقتنا بكره ان شاء الله. دلوقتي قبل ما نتكلم على موضوع الذره والحاجات اللي احنا عملناها النهارده، زي ما انتم كنتوا بتشوفوا اياد بيحطها لنا، كنا عملنا الكيكه، وكانت كيكه جوز الهند، جوز الهند بدقيق سيمولينا اللي هو زي دي الذره الخشن. في فرق ما بين دي الذره الخشن اللي بيتعمل ويبقى اسمه بولانتا، ودي الذره اللي احنا بنقول عليه اللي هو الكورن فلاور اللي هو كورن ستارش دوت اللي بيتعمل منه المهلبيه، والاثنين مختلفين. بكره ان شاء الله بالتفصيل هنتكلم عنه، لكن قبل الفاصل جبت الدجاج واثناء الاتصال اللي جه حطيت مع الدجاج شويه من الاعشاب، وحطيت معاهم طماطم، وحطيت ملح وفلفل، ولفتها في ورق الومنيا. قبل ما الف الومنيا في ورق بلاستيك، وحطيتهم الاثنين هنا مع مرقه علشان اسويهم. دي بسويها كنوع من انواع زي فكره المرتديلا لو حبيتوا تسموها كده، او لو حبيتوا تعملوها دي تبقى باللحمه المفرومه، ممكن تقضي نفس الغرض وبتبقى بنفس الطريقه. دي هاخدها واقدمها، يا اما بقدمها مع سلطه او اشويها لو حبيت، يعني ممكن نعملها بطريقتين. بعد ما بطلعها بسيبها تبرد، ادخلها الثلاجه. ودي نقف موضوع السندوتشات، بنقول حاجات مهمه جدا في السندوتشات. ده راجي نو، بنفتح زي ما احنا شايفين ورق الالومنيا لونه اتغير، فبالتالي لازم اكون حاطط بلاستيك علشان ما ياثرش على الدجاج اللي انا بستعمله هنا اهوت. وديت نفتحها بالسكينه ونتخلص من البلاستيك، وبعدين اخد ديت واستعملها على اساس ديت نشويها زي ما قلت، او احطها مع سلطه كده مباشره. هنقطع ديت حلقات فيها طماطم جافه، فيها شويه ممكن من البصل، شويه ثوم، من الاعشاب شويه اعشاب طازه، وممكن تنكهوها باللي انتوا عايزينه. لو حبيتوا ممكن تحطوا زيتون، لو حبيتوا ممكن زيتون اسود او زيتون اخضر لو حابين حاجه زي كده. اقطع دول، واسهل حاجه انا ممكن اخد ديت واحطها هنا اشويها. حط هنا على الشوايه كام قطعه بس، نديها علامه الشوي، حطها بالطريقه دي، او اقدمها زي ما هي مع سلطه. يعني ممكن احطها هنوت مع طبق من السلطه، تحط على جنب وشويه يبقى بنشويهم، وشويه على طبق السلطه. فكره التقديم نفسه بيبقى عليه عامل، حط شويه زيت صغيرين عليها، حاجه بسيطه هنا اهو، نقلبها بس ناخد علامه الشوي زي ما بقول، وممكن نحطها على الفحم لو حبيت، يعني ممكن تعملوها. وبعدين احطها ممكن مع بطاطا مشويه او بطاطس مشويه. عندي بطاطس هنا سلقت نصها والنص الثاني قليته، يعني مقلي خفيف، فبالتالي هاجي هنا اهوت واخد قطع الدجاج المشويه دي واحطها هنا في النص، يبقى عندي النشويات معموله من البطاطس، عندي الطماطم اعتبرها الخضار، وقطع الدجاج ديت اللي هي بتبقى الدجاج المشوي فيها فلفل حامي، ودوت اداها هنا نحط قطع هنا، وديت ممكن تحط مع خبز لو حبيت على اساس يبقى ده النشويات بتاعه الطبق ده. يبقى عندي هنا النشويات وعندي الخضار اللي هو الخاص، او النشويات بتاعه هنا تبقى البطاطس معها الطماطم. هنعمل مع بعض طبق تاني برضو حاجة من الخضار، هنزود الخضار هنا وهستعمل معها بياض بيض، بعمله زي فكرة المرينج على أساس إن هو أقلل كمية، يعني أخلي في كمية الهواء اللي بحطها فيها كتيرة، وفي نفس الوقت بحط شوية دقيق. أبقى لما بنخفقها هنا
هنحمر حبة من البطاطس، هجيب شوية زيت صغيرين وبستعمل الكوسة، شوية كوسة، بجيب الكوسة اللي هي الخضرة اللي بنستعملها للمحشي بنبشرها، وبتخلص من المية اللي فيها على قد ما اقدر اتخلص من المية، ودي اشوحها يعني يدوبك، بس بحطها على النار مع شوية زيت صغيرين، بحط معها شوية من البصل الاخضر، واضيف بقدونس، بس البقدونس هضيفهم بعدين، نحط دول هنا اهو، بس يدوبك اتخلص من شوية المية اللي فيها، وهنعجن دول مع بعض مع البيض اللي احنا بنعجنه هنا اهوت، بس ناخد اتصال اثناء ما احنا بنسوي الكوسة. الو، انا شوف اسامة من اول انا منتظرة، كنت اتكلم. سامحيني يا اخت معوض، ازاي حضرتك؟ ازيك؟ الحمد لله. بيك العافية، كيف حضرتك؟ الحمد لله بخير. كيف المدام ام ادم؟ بخير الحمد لله، بسلام على حضرتك. سلم لي على الطاقم حق البرنامج يعني كله. الاخت ام معوض بتسلم عليك وبيقول لك كل سنه وانت طيبه. وطيبين ان شاء الله، وانت طيب يا آمين. رب العالمين. تسلم يا شيخ اسامه، الله يسلم حضرتك. الله يسلم. بس لو سمحت يعني اللحمه اللي عملتها، اقصد سوري الدجاج ده، الفراخ الدجاج. نعم، بس عايزه اشوف الطريقه بعدين. الكيكه بتاعت جوز الهند. نعم، وانا الله ينعم عليك. اول كم عملت الباباز انا ما قلت اتملك في المقادير حقته يعني، لو سمحت يا شيخ اسامه. طب يعني نعيد الحلقه من الاول يا اخت معوض، ولا اقول لك عليها؟ لا، بس قول لي المقادير يعني. خلاص هقول لك بسرعه. هنا بالنسبه للكيكه اللي عملناها دي، كانت عباره عن جوز هند مبشور وجوز حليب جوز هند مع جوز هند لبن نفسه. فهقول لحضرتك كانت المكونات 2 كوباية من الحليب، 2 كوباية من حليب جوز الهند، و2 كوباية سكر، ومعاهم 2 كوباية حليب جوز هند بودره، و2.25 كوباية دي السميد اللي هو الخشن اللي عملته، وحطيت شويه لون احمر عملته رقيق. فدوت كان بالنسبه لجوز الهند. اما بالنسبه للدجاج، انا جبت دجاج مفروم ناعم، حطيت في قلبيه شويه من البهارات، وعملته قرص زي البيتزا، ومعاه دقيق وملح وفلفل، ما حطيتش بيض. دخلته الفرن مع الرقات اللي عملناها، وبقت شكلها زي البيتزا. قسمنا شويه من الزيتون، شويه من عيش الغراب، شويه من الكاتشب. اما الدجاج الثاني اللي لسه عاملينه دلوقتي، كان الدجاج مفروم ناعم، فيه طماطم جافه ومعاها خبز، فتات خبز اللي هو البقسماط، ودقيق وبيض، وديت لفتها وحطيتها في ميه او في مرقه على اساس تستوي، وبعدين قطعتها وشويتها. اما اللي بعمله دلوقتي ان هو اتعملت ايه، اثناء ما حضرتك اتكلمت يا اخت معوض، حطيت بياض بيض على النار وسبته يتخفق شويه. اثناء ما هو بيتخفق، هعمل ان هو الخلطه بتاعته اللي هو جبنه، اللي هي جبنه فتا، اخلطها هنا، هحط معاها شويه من البقدونس. اما الباباز ان شاء الله لو المقادير موجوده هنزلها لك ان شاء الله النهارده باذن الله اثناء الحلقه. هحط هنا شويه من الملح وجبنه برمجان، احط نوعين من الجبنه البرمجان، وممكن احط جبنه ريكوتا معاها كمان، يعني انواع اللي هو الالبان، عشان بقول دي حاجات للاطفال بتبقى مهمه جدا، ان انا بحط كل ده عليها. وعندي كميه دقيق، بحط شويه على الدقيق هنا على الكوسه، علشان لو فيه اي حاجه او اي سائل تاني ممكن تتشربه. واخر حاجه هعملها احط بياض البيض، يبقى انا احط هنا اهو دول كلهم على بعض، اقلبهم بحيث ان انا اقلل الحراره بتاعتهم شويه. ودي كيكه الباباز اللي انتم شايفينها دلوقتي اللي احنا عملناها سوا، وديت الفكره فيها ان انا بعملها وبخمرها، واهم حاجه قلنا التخمير، بخمرها مرتين على اساس ان وانا بعجنها بتبقى عامله زي بتبقى مطاطيه، وبعد كده بحطها في قلب القوالب وسيبها تتخمر مره كمان. اما بقيه الخليط هنا اهوت، نحط عليه بقيه الدقيق، ونجيب بياض البيض على اساس نحط دوت في قالب. القالب اللي هستعمله بجيب احط شويه هنا من الزبده، وبحط ورق زبده عليه على اساس ان دوت اتاكد ان هو مش هيلزق، وباخد بياض البيض اللي احنا خفقناه ونروح عند الكوسه. ده بيبقى الشكل بتاعه، يعني ده بيكون شكل بياض البيض. هاخد منه شويه صغيرين، ناخد شويه من بياض البيض وبحطه هنا على الخليط ده، بمجرد بس ما بقلبه شويه، اتاكد ان كل الخليط هنا اندمج مع بعضه، هضيفه على بقيه بياض البيض. دي هتبقى زي الكيكه، يعني دلوقتي ممكن الحاجات دي نعملها تبقى كيكه
مدورة، كيكة مستطيلة، كيكة حجمها كبير، أو لو عايزين ممكن تتعمل كيكة تبقى وحايد أو قطع. نحط كل ده هنا اهو، وبعد كده نقلبهم، واتاكد ان انا بحطها يعني بعملها كده بلفها جواها عشان احافظ على اكبر نسبه هواء موجوده في قلبها. وديت نحطها في فرن يكون حرارته 180، او كل ما تبقى الحراره اقل كل ما المده هتطول شويه. ممكن اسيبها لمده ساعه او ساعه وربع. ناخدها هنا وبحطها في القالب الكيك وبسيبها تستوي. هترتفع، وبعد ما بتطلع من الفرن يعني بترتفع هتهبط تاني. فده بيكون الشكل بتاعها بعد ما بسويها. او زي ما قلت ممكن اسويها وهي نفسها بنحطها في قوالب صغيرة. يبقى عندي الاختيارين، اما بعملها في قوالب صغيرة او بعملها في قالب كبير. ازاي نقدمها ده نقرره ونعمله مع بعض بعد ما نرجع من الفاصل. نشوفكم على خير ان شاء الله. نفس فكرة الكيكة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكوسة. ممكن يكون بصل متقطع رفيع بحمره واشوحه وبحط عليه نفس المكونات، او ممكن يكون بتنجان. كل الخضار ممكن ينفع والقرى. فديت بجيبها بحيث ان حطيتها في قوالب، نفس القوالب اللي بنستعملها في الكيك، وبحشيها حاجات. يعني بعد بتبقى فكرتها من الناحيه دي ليها فتحه، فممكن احط فيها حاجات، او ممكن ديت اديها للولاد في المدرسه. يعني احنا بنتكلم على موضوع اللانش بوكس، يبقى ديت ممكن تكون حاجه من الحاجات اللي هي الظريفه اللي ممكن ياخدوها معاهم. او انا اقدمها مع شويه من الصلصه. عندي شويه طماطم، نحط هنا شويه طماطم مع صلصه طماطم، عصير ليمون، وزيت زيتون حبه صغيره من كل حاجه، ومعاهم ملح وفلفل. نقلب دول، ودول ممكن نحشي بيهم الصلصه هنا، او لو حبيت اقدمه كطبق جانبي. وزي ما قلت ان انا بعمل معاها سلطه لو حبيت، ويبقى عندي برضو نفس الشيء. عندي النشويات اللي هي البطاطس، عندي السلطة، او بحط الصلصة على السلطة. هنعمل مع بعض كيكة اللي هي كيكة رقات. اتطلبت مننا، كانت اخت ام زيد من ابو ظبي، وكمان رباب بتقول عايزة اكل روسي. بالنسبة للكيكة رقات هو بسكوت. اللي بيميزه طريقة عمله ان احنا بنعمل ايه هنا الاول. بجيب الزبدة، طالما عندنا زبدة وبيض بحط الزبدة الاول، بتكون طرية. حط الزبدة الأول، بحط معاها السكر، بخفق الزبدة مع السكر هنا اهو، وبعدين هضيف عليهم بقية المكونات. عندي البيكنج باودر بحطها على الدقيق، وشوية من العسل لأن هستعمل عسل كتير. يعني العسل هيدخل في الكيك في البسكوت نفسه أنا بعمله، وبعدين بيدخل وأنا بعمل الكيكة نفسها بحطها رقات. يعني في رقات الكيكة بتحط معاها عسل. بحط هنا شوية من العسل، وعقبال لما بعجن كل دول مع بعض هنا نحط كل المكونات. نحطها الدقيق مع البيكنج باودر، بسيبها كلها تتعجن لغايه لما كلها تندمج مع بعضها. ما فيهاش خميره، فمش محتاج ان انا اسيبها تتخمر. كل اللي انا بعمله ان انا بطلعها هنا، وديت اللي انا هفردها وهعمل منها اقراص او رقات، و نوريكم ازاي بحيث ان احنا نركبها مع بعض. بس ناخد اتصال. الو، صباح الخير. صباح الخير، اهلا اخت محمد. الله يكرمك يا رب. انا كانت مره معك مثل الشيلمو تبع الحداد بيشتغل فيه، كنت تساوي تحمر وش الصواني وش البيتزا، عم دور عليها ما كنت لاقيها ولا في السوبر ماركت. هو مش للبيتزا، البيتزا لازم تستوي، لكن أيوة. ممكن نحطه السكر، يعني بس السكر بس بقى احمر وشه. ايوه طيب، منين جبتي هاي؟ موجود في المحلات اللي هي اللي بي بي بيعملوا فيها، بيصلحوا السباكه والحداده في القسم. هي بتركب على انينه غاز، يعني على غاز. هي بتيجي، هي انينه غاز بيجي فيها بيجي فيها المنظم نفسه اللي من قدام دوت. ايوه، يعني نفس المعده اللي بيستعمل الحداد. نفس المعده، بس ما بجيبش المكنه كلها والبس نظاره. يعني بتبقى في حاجه على صغير ممكن استعملها. وفي محلات الاكل، في محلات من اللي هم عندهم محلات الاكل بيبقى عندهم نفس الموضوع. ممكن حضرتك تلاقيها، بس بتبقى على صغير شويه وبتتملي بنفس الغاز اللي بيملوا بيه الولاعات. اوكي اخت محمد، تقريبا يعافي حضرتك. تؤمريني. شكرا لحضرتك. بالنسبه للعجينه هنا، انا بعمل العجينه ديت وبعملها اقراص
بحيث ان انا ادخلها الفرن، يعني كل واحده بدخلها الفرن اسويها، ولما تطلع بعملها رقيقه عشان فيها بيكنج باودر. لما تطلع بسيبها حوالي 10 دقايق، واول ما بتطلع بدخل واحده تانية، بيبقى عندي كميه كبيره منها مستويه، يعني عندي الرقات ان هو مستويه، وعلشان اقدر اتحكم في الموضوع بعملهم واحط ورق زبده واحطهم في ورق زبده، يعني بيبقى عامل الكميه نفسها اللي انا عايزها، وبعدين ابتدي اعمل الخلطه بتاعتها. الخلطه بتاعتها بتكون عباره عن ايه؟ عندي هنا زي ساور كريم اللي هو الكريمه اللباني، وعندي العسل، وعندي جوز مطحون. فاحنا عشان نختصر للوقت ونكسب وقت شويه، عملت انا كام واحده حطيتهم بالطريقه ديت، فباجي نرصهم فوق بعض، باجي نحط ديت هنا وبسيبها تطرى. فبحط شويه من العسل، اول نسمع نجيب شويه كريمه اللي هو الساور كريم نحطه بالطريقه دي، وبحط شويه من العسل، وممكن اخلطهم ببعض بس عشان الساور كريم ما يبقاش زي الميه، وعشان احافظ عليه نحط شويه هنوت من الجوز المطحون. نكرر الحكايه مره كمان، بحطها بالطريقه ديت واضغط، نكرر نفس الحكايه، نحط شويه هنا من الساور كريم نفرده وشويه عسل. تخيلوا بقى ان انا نقف معاكم ونعمل ممكن حلقه كامله عشان احط ال 15 رق دوت، وابتدي بدري وتنتهي الحلقه وملحقش كمان اخلصها. فاحنا اديناكم الفكره ازاي تعملوها، وبعدين بتحطوهم الرقات نفسها اللي انتوا عايزينها هنا اهو، تحط بالطريقه دي، وبعدين بحط شويه تانيين حسب احنا عايزين نعملها كام رق. وزي ما قلت بتبقى اسمها 15 رق، فممكن شويه من العسل وحبه كمان من الجوز، واخر حاجه احطها احط طبقه هنا وابتدي اغطيها كلها بشويه من الساور كريم دوت. نحط شويه على الوش، احطهم هنا على الوش، وبعدين ابتدي احط ساور كريم كمان على الجناب. فبنحطها ونلفها يا دوبك حاجه بسيطه علشان بس يلزق فيها الجوز اللي انا عايز احطه. طبعا ما بحطش عسل بقى تاني خلاص، لان فيها عسل كفايه. زقها بالطريقه دي، اتاكد ان كل حته فيها هنا هو بقى فيها كميه من الساور كريم. وهنوري اخت ام محمد جابولي هنا الطرش اللي هي سالت عليه، بس الاول نتاكد انا بغطي كميه كافيه هنا هو من الساور كريم على الجناب. فدي اسمها دي بتتعمل اللي هو بسكوت او كيكه بسكوت روسي او ال 15 رق حسب ما تحبوا تسموها. عجينه بتبقى رقيقه، وهي العجينه نفسها ممكن تتاكل كده بسكوت زي بسكوت لوحده. حطها بالطريقه ديت، وكل الجناب ديت مش مهم لان في الاخر هزينها شويه هنا اخر حاجه. كل الساور كريم وكل اللي نزل منها دوت هستعمله، يعني هاخده هنا اهو واستعمله وارفعه بالطريقه دي، وبعدين نرفع ديت من هنا. هجيب الطبق اللي هقدم فيه، ونوري الاخت ام محمد هنا الترش نفسه اللي هي سالت عليه. ده اللي هو ممكن بتشتريه من محلات اللي هي بتبقى زي ما بيسموها هاردوير، او المحلات اللي بتبقى خاصه بالسباكه والحداده والحاجات ديت. بجيب طبق كبير، والطبق دوت هحط فيه الجوز، بحيث ان انا امسك الجوز ده وارفع ديت من هنا، ده بيبقى جوز مطحون، وابتدي احط عليها من فوق واحط من الجناب، يعني الفها بالطريقه دي، نحط كده خفيف من الجناب، وبتبقى زي ما احنا شايفين هي طريه شويه، وده بسبب الساور كريم. حطها بالطريقه دي، بغطيها كلها، ولو عايزين تحطوا جوز صحيح ممكن، او بقيه الجوز بحطه عليها من فوق. دي نحطها هنا اهو، وبعدين نوريكم تقديمها ازاي مع الحاجه اللي احنا عملناها. كنا ناويين نعمل معاكم كيكه تاني، لكن قلت ان في موضوع الكيك هنعمل مع بعض اكتر من نوع من الذره، وهي نفسها ك 15 راق ممكن تبقى اقل او اكتر حسب البسكوت اللي انتوا عاملينه هيبقى حجمه قد ايه. ف
هناخد ديت الكيكه اللي هي ال 15 رق، ودي المكنه اللي احنا ابتدينا بيها على اساس ان احنا كنا بنعمل العجينه. بعد ما عملت العجينه عملتها رقات وقطعت الرقات كلها بنفس الحجم، وحطيت شويه من الساور كريم عليها عسل نحل، وفي الاخر برش عليهم شويه من الجوز. اما الحلقه بتاعتنا ابتديناها مع بعض وكنا وعدينكم ان احنا هنتكلم على جوز الهند اللي هي خضره او بيضه او اللي هي بيبقى اللون بتاعها بيتغير حسب هي قديمه قد ايه. البيضه بيبقى فيها كميه سائل اكتر لانها ما اتبخرش فيها، فدوت فيها سائل اكتر، حتى انا بحس بيها لما بشتريها ممكن انهي فيهم اللي فيها سائل اكتر. خدناها وقطعناها وقشرناها وعملنا منها ممكن كيكه، والكيكه جنب دقيق السيمولينا، رقات، الرق اللي فوق فيه شويه من اللون الاحمر وجوز هند مبشور من فوق عليها. وبعد كده عملنا العصير اللي هو جبنا جوز الهند مع الاناناس اللي بيسموها بينيا كولادا، اللي هو نوع من انواع العصاير اللي بتقدم ممكن تبقى ظريفه بالطريقه ديت مع عصير اناناس. اما الدجاج عملناه زي البيتزا، يعني اللي احنا شايفينه ده مش عجينه، دي دجاج مفروم ناعم، اتحط عليه شويه دقيق، شويه من الاعشاب، وفوقيها حطيت مشروم، حطيت فلفل وشويه كاتشب وزيتون، ودوت الفكره فيها انها تبقى فكرتها بيتزا بنفس فكره المكونات دي. ضفت شويه من الدقيق او بنحط عليها دقيق بقسماط، وعملت الدجاج اللي انا سلقته في قلب مرقه، وممكن اشويه اقدمه مع بطاطس، ممكن تعمل سندوتشات، ممكن يتاخد المدارس، او عملنا نوع تاني اللي هو عباره عن الكوسه مبشوره ناعم، اتحط معاها الدقيق واتحط معاها شويه من البيض، عملت فصلت البيض عن الصفار وتبلتها، وديت بقت يا اما بعملها قالب يا اما بعملها قطع صغيره. اما اخر حاجه هنوت اللي هي الكيكه، دي بتتعمل وافضل ان انا اعملها قبلها بيوم، بعد ما بعملها واسيبها دي بتطرى، يعني كل البسكوت دوت بيطرى مع بعضه لان البسكوت بيبقى ناشف شويه وبيبقى رقيق. دي ساور كريم وعسل مع لوز، دول بحطهم مع بعض، او جوز اللي هو عين الجمل مطحون. حلقه متخصصه عن الذره بكره هنعمل فيها خبز من الذره، هنعمل البولانتا، هنعمل كيك، وهنعمل يخني، وهنحمر هوت دوج او ساسج في قلب الذره. اتمنى اشوفكم على خير، لكم الف تحيه والف سلام، وحلقه مميزه يوم الاحد ان شاء الله مع الشيف من واكس، ويوم الاثنين هنكون معاكم على خير. نشوفكم على خير.